بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه رأيك يا حبايبي نشوف تنسيق وكتابة هذا السطر بخط الرقعة بالبوصة والحبر الأسود؟ هنشوف مع بعض كده. بسم الله، و و أبشر. بص يا جماعة، هنعمل ألف قصير من مدار نقطتين اتنين، بحيث ان انا هجيب الباء شين راء من فوق كده بالشكل ده. بصوا كده اهوت، بنزل بالشين بميل كده واركب عليها الراء المنتهي بالشكل ده، وابشر. وابشر نظبط الراء كده بخير. الأنطرة بتاعت الحرف مثلا أو الباء قبل الخاء أهيت، واخد الأنطرة بتاعت الياء أهيت، الراء أهيت، بخير يبقى إيه؟ بخير عاجل. أنا أعمل العين والألف. بص يا جماعة، فوق كده فوق الراء، مستوى الراء، بحيث إن احنا نعمل تركيبة يا جماعة بالشكل دوت. عاجل جيم لام عطولية، جيم لام، بنزل باللام تحت كده، باللام طبعا فوق السطر، كل حروف خط رقعة فوق السطر بالطريقة دي يا جماعة. تنسى، تنسى النون أنطرة مع التاهيات، والسين سنة اتنين، والتالتة هي الأنطرة مع الياء يا جماعة. تنسى به، به هنعمل الباء ها تحت كده ناتشا، اللي هي الجريديات كده. ما هنعمل ماء فوقيها يا جماعة، نسيب مسافة فوق نفس المستوى كده، ما هي كده فوقيها. قد القاف دال هنعملها عادي على السطر اهيت، دال ها، ما قد مضى. مضى الميم بجيبها من فوق كده، طبعا اتفقنا ان الصاد والضاد والطاء والظاء بتركب على سن الحرف اللي قبلها اهي بالشكل ده، وسنة الضاد يا جماعة هي الأنطرة مع الياء على طول. ما قد مضى، دي الكتابة يا جماعة اهيت. هنيجي نوزع بقى النقط، نوزع النقط على الكتابة دي. طبعا أبشر، أدي الهمزة اهيت في المسافة في الوقت ده، والنقطة بتاعت الباء بنعملها تحت كده بالشكل ده، والمسافة بين السنة والسنة بتاعت الخير هنعمل الثلاث نقاط بتوع 20 بالشكل ده برضو نوصلهم كده. إيه بخير، طبعا الباء مسافة ضيقة، هنعمل الباء في مستوى الباء اللي تحت اهي، ونقطة الخاء برضو المسافة لينا بالشكل ده اهي، نوصلها. الياء في نفس مستوى الباء اهي. عاجل النقطة ممكن اعملها تحت، ممكن ايه في فراغ فوق كفاية، ممكن يكفي نحمل النقطة، نحط النقطة عادي هنا أيات ماشي. تنسى التاء نحطها فوق كده، النون في المستوى كده أقل منها شوية، به المسافة هنا كمان أيات قدها هنا كده في مستوى البيات والياء ديت، قد في مستوى الألف بالشكل ده أهوت، قد مضى النقطة برضو في مستوى النقاط التانية. يا ريت يا جماعة عجبكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب ودعم المحتوى المفيد يا جماعة، وألقاكم في فيديوهات كتيرة جديدة مفيدة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.